هذا والشكر موصول أيضا للضيفين العزيزين. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، مرحبا أهلا وسهلا إلى ملعب أولترافورد وديربي التناقضات العاطفية والمشاعر المتناقضة أيضا، هكذا توصف كيف لا، وهي المرة الأولى التي أكيد سيشجع فيها جماهير ليفربول غريمهم المانيو. مباراة على الأعصاب وعلى الأبدان وعلى العقول، والكرة من لوك شو. الديربي طبعا إلا الكبيرة هي الخسارة أمام ليفربول. مانشستر سيتي سيواجه بيرنلي وليستر وبرايت قابلة من تشكيلة فريق مانشستر سيتي. كرة من ووكر، من هنالك التوزيع خلف، كرة خطيرة للسيتي، سينشينكو، الكرة البعيدة من زينشينكو، إنسانة راشفورد استلم الكرة يلعب البينية، أوبا با 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 رائعة تلعب لبيريرا يونغ، لا لا ضيعتها وراح راشفورد بينية، راشفورد جيسي لينغارد وفي خطأ والبطاقة. هنا في اعتراض يا سيد الحكم، في اعتراض من فينسان كومبا، تسترجع من لوك شو وزينشينكو. ايوه يخرج له بول بوجبا، استلمها بول بوجبا، ايوه ادرسون سيلفا، برناردو سيلفا مع لوك شو، برناردو سيلفا الوين يا برناردو سيلفا. اشلي يونغ على جهه اليمنى، يونغ يراوغ يدخل، كره خطيره يونغ، وكم رحيم مازال خطيره، والتوغل والدفاع اللي حبها رحيم، دخل رحيم، يواصل رحيم ايوه ودافيد دخيا، كريس مولين كادي يسجل للسيتي، اولالا يلعب مع اشلي يونغ، رجعت في الوسط في اتجاه فريد، اولالا رائعة التسديدة من البرازيلي فريد اللاعب السابق لنادي شختار دونيتسك. المباراة رقم بابا خطيرة، ودافيد سيلفا بابا 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 برناردو، وما زال راحت لرحيم، بول بوجبا من امام برناردو سيلفا، كرة ممتازة وخطيرة ورائعة، اولالا يا سلام على جيسي لينغارد وعلى بول بوجبا في التمريرة. لينغارد راشفورد ولينغارد راشفورد ولينغارد لينغارد لراشفورد، كرة بكرة، لعبة بلعبة، فرصة بفرصة، وسط ضيعتها الانطلاقة في الهجمة المعاكسة، راشفورد با 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 راشفورد وبرناردو سيلفا، الكرة مرت سلامات هائلة، المراوغة من أغويرو مع جيسي لينغارد، راشفورد مجددا غطى كورتو، الحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ على الأوكراني زينشينكو الذي يتلقى البطاقة الصفراء. هاي بدأت البطاقة فحت عن واحد من الرؤوس، أشليون، لا لا سلام، فيرناندينيو هو الذي انقذ مرماه ويسترجعها من هنالك جيسي لينغارد. راح رحيم، مازال رحيم، ارضيه راحت سلامات، رحيم استلمها، شوف كيف يروح لاشلي يونغ، رحيم ودافيد جويرو، سيلفا جويرو، برناردو مازال، برناردو ووكر، رحيم استلمها على الجهه اليسرى، رحيم يحاول يمر، مر رحيم، دخل رحيم يحاول يمر، رحيم سيلينغ، الدفاع من غوندوغان، زينشينكو يرفعها، الكرة في الأمام والتغطية من ليندول، رحيم مازال يلعبها فيها العمق لفرناندينيو، رحيم بابا خطيرة، يا سلام حتى فرناندينيو واشلي يونغ، رحيم ويونغ رحيم دخل، رحيم أوي ودافيد يحاول يزيد في السرعة، أغويرو غطى كورتو، أغويرو راح، أغويرو أوي والبطاقة الصفراء لفريد. العرقلة كان أيمريك لابورت في صراع، الكرة خطيرة، وماتيو دارمي آخر بالنسبة لمانشستر يونايتد بعد خسارته بالرباعية أمام إيفرتون. إيدرسو، دافيد أغويرو، رحيم با 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 ورحيم با 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 عبث بهم رحيم، ودخل ستيرنينج ولا وغير غوندوغان، دافيد سيلفا وصلت لأغويرو، أغويرو قليلا ما كنت اقول عنك بان اول جول قتلتها يا برناردو سيلفا، وانطلق من هنالك بول بوجبا لصالح عناصر مانشستر يونايتد. اخر كره واخر فرصه واخر دقيقه من الوقت بدل الضائع، قد يكون هنا رحيم دافيد، الدفاع في اول كره صعبه لصالح السيتي، قلت بان السيتي مانشستر يونايتد من هنالك تنفذ بشكل رائع في القائمه الثانيه. بوجبا
عرضية ممتازة ثنائية بابا خطيرة بوجبا الدفاع وفانسان كومباني يلعبها من هنالك لرحيم لمانشستر سيتي لرواساني لزينشينكو لأغويرو عناصر مانشستر سيتي ممتازة لدافيد سيلفا بابا 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 155 هدف هذا الموسم برناردو سيلفا دخل برناردو جول بابا 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 جول برناردو سيلفا وجد حفرة وجد ثقبة حطها في الشباك جول فعلها برناردو فعلها سيلفا هز شباك دافيد ديخي على يساره هل هو هدف الدوري لمانشستر سيتي وفي الألترا فورد يا سادة بابا 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 با وما زال راشفورد بابا 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 لينغارد راشفورد ولينغارد يمين غالي في مباراة رقم 100 ومرة ثانية صاني أغويرو بابا بابا أغويرو صدقوني بأن أغويرو كان متأكد بأنه حطها في الشباك خروج من هنالك من ماتيو دارميون لينغارد لينغارد ولا لا صاني 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 دافيد سيلفا صاني ولا لا أغويرو مع رحيم أغويرو ورحيم وسط رحيم رحيم أغويرو والتغطية ميان ترجع لفريد فريد فريد خطيرة بوجبا خطا يحتسب حكم المباراة خطا لبول بوجبا خطير وخطير جدا على خط الثمن لعبنا ربع ساعة ما زال المباراة لم تنتهي أشلي يونغ وزينشينكو خطيرة قاتلة 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 يوي يوي ضربت في الجدار ورجع ديم صاني من هنالك رحيم وصلها لصاني بابا بابا صاني جول رهيب انت يا مانشستر سيتي رهيب رهيب يا مانشستر سيتي رهيب في وقت يضغط مانشستر يونايتد ينطلق صاحب البطاريات رحيم ستيل دافيد سيلفا لم يتمكن منها تسديدة من اندرياس بيريرا عاليه